ندعو الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفتح علينا فتوح العارفين به، وأن ينور لنا قلوبنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر لنا عيوبنا، وأن ييسر لنا غيوبنا. اللهم يا ربنا اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت. اللهم يا ربنا هذا حالنا لا يخفى عليك، وعلم كل شيء بيديك، ونحن في حاجة إلى رحمتك ولست في حاجة إلى مؤاخذتنا. فاعف عنا بعفوك، وارض عنا برضاك، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين، وتقبل منا صالح أعمالنا، تقبل منا صيامنا وقيامنا وذكرنا ودعاءنا. اللهم يا ربنا احشرنا تحت لواء نبيك يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة، شربة ماء لا نضبأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا في رحمتك وأظلنا تحت عرشك وتحت لواء نبيك، وأدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب. يا ربنا هب مسيئنا لمحسننا، واغفر لنا جملة واحدة، وافتح علينا من خزائن رحمتك وفضلك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا. يا رب نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك يا رب أننا نحبك ونحب من أحبك ونحب من أرسلته، وعلى رأسهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نحبه ونحب أهل بيته كما أمرتنا، إلا المودة في القربة. فاللهم يا ربنا ارض عنا برضاك، تمم لنا فرحتنا برمضان فيه وفي خارج رمضان يا رب العالمين. يا رب دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. يا رب يا رب يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين.